غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أولها متابعه المجلس الى مجلس الجماعه الدار الدبشه بلا عروض الاطفال فوق القطعه الرياضيه في سن عقاري بعودتنا في المدرسين في ملكيه ملك خاص الدوله وتخصيص سبيل دوله في 74 تجهيزات عامه وبعد من 1971 بشارع المعقل بن زياد عليه السلام. النقطه الثانيه مساهمة المجلس في دعم البرامج الموجهة للطفولة والنهار في وضعية صعبة بوضع كتب مكتبة منقطعة على إشارة مكتبة دار القليل. النقطة الثالثة مقترح المجلس بشأن بناء المعهد الإسلامي التابع للمجلس العلمي المحلي على أرضية قطعة أرضية ذات رسم عقاري في ملك جماعة الدار بدر البالغة مساحتها 1145 متر قريب من حي نور. النقطة الرابعة إجراء تحويلات في المالية بخصوص تعداد المعلومات. خامسا مقترح المجلس بإطلاق اسم الحجة التمنية على الزقاق 78. النقطة السادسة الموافقة على طريقة تسيير ملاعب القرب باستثمار التعاون والشراكة مع جمعية المجتمع المدني. إذا لابد بداية أن يكون تقريبا في إطار ما مر بين الدورتين طبقا للطريق القانوني. اسمحوا لي أن أقدم لكم تقريري الحالي الموجز عن أنشطة المجلس بين دورتي 2023 و 2024 وذلك لفتح المجال لمناقشة جدول أعمال الدورة في البداية عبر اقتراع مجموعة من الاجتماعات أهمها وبهم وقوس التحضيرية الثقافية الأربعاء اجتماع متجاوزة للجنة الوبائية والتحضيرية الثقافية والمختلفات ثلاثاء اجتماع متجاوزة للجنة الوبائية ومواصلة تحضير الأيام التقليدية في المغرب ثلاثاء اجتماع متجاوزة للجنة حول مواصلة تحضير الأيام التقليدية وعقد 16 اجتماع منها 2 اجتماعات جلسة استبعاد. نشكركم على انتباهكم وحسن انصاتكم. وهي لا تنقص من القيمة ديال العمل ديالكم كمجلس. حنا بطبيعتنا يمكن إلا انتقدنا ولا وجهنا الاقتراحات ديالنا ماشي أننا كنبغيو نقصوا من القيمة ديال المجلس وإنما كنبغيو يكون واحد التكامل ويكون تكون المعلومة عند الجميع شاملة. غير سيد الرئيس غير بالنسبة أنا بحقيقة كنت أتمنى بأنه نشوفوا من بين النقاط ديال جدول الأعمال بجوج النقاط، النقطة ديال هذا الانتقال ديال هذه المناطق الاقتصادية ولا هذه المناطق الاقتصادية إلى مناطق أخرى، ناقشوا حنا كمجلس ناقشوا هذا الأمر هذا لأنه علاش السيد الرئيس علاش خصو يدار هذه النقطة دار جدول الأعمال؟ زائد لان كاين احتقان حقيقي الان في المنطقه خصوصا بعد ذوك الناس اللي كانوا كنسميهم ديال الاحتلال الملك العمومي اللي بدينا كنحيدوهم لانهم قليل جدا. علاش؟ لان احنا دابا الان في الشهور الجايه كاين عندنا دابا الان كاين واحد القانون جديد ديال الحاله المدنيه ديال ريجيستراسيون فرام يعني السجل المركزي اللي غادي يكون اي مواطن يكون في هونغ كونغ ولا في الجابون ولا في اي بلاصه يمكن يخرج اي وثيقه تتعلق بالحاله المدنيه لا من وفعيات ولا من وغادي يكون المواطن عنده امكانيه انه يسجل في اي بلاصه لا في المغرب ولا خارج المغرب. لهذا احنا دابا الان كاين تقريبا في الحاله المدنيه جميع المصالح ديال الحاله المدنيه كاين فيهم تقريبا ثلاثه ديال لي بي سي لي سامبليمون ديال كاين واحد كيكون في المصلحه ديال الوفيات واحد كيكون في المصلحه ديال الولادات واحد كيكون عند الفاليداسيون ديال الشاف دو فيل اللي كيفاليدي هذه المعطيات ربما يكون شي خطا ولا كذا ولا كذا. دابا الان على الاقل اللي كيخصنا في كل الملحقه الاداريه عندنا سبعه ديال الملحقات الاداريه على الاقل غادي يخصنا خمسه ديال لي بيسي هي 35 بلوس لي سامبليمون ديالهم لان ماشي المواطنين المغاربه كلهم كيعرفوا يدبروا ملي غتكون دابا البلاتفورم ديال الوزاره الداخليه اللي غتكون ديال في اطار وطن المقاطعه باش يسيروا. اليوم حنا دو معنا في التسيير ان حنا مستطعين في اطار الماده وما يحول الماده ديال القانون ودي كما جبنا في الحوار ولكن الماده اللي قلنا عليها كاع الشراكه كبيره حنا ما كنضحكوش بلا شيء ولكن غنجاوب في الاخر تنشوف تدخل لكم ولا غنشوف معروفه اقلام على بناء المواد ديال القانون لا
اتفاقية نقول لك هذه ناخذوها الخلاف اتفاقية فيها عملين فيها عملين لأن غادي نتفقوا أنه طور الشركة وأن عندها عقد ديال شراكة المؤتمر كاين لجنة لجنة معانا لأن لجنة راه غنطيحوا ثلاث شهور تشهر فيها غدار في هادشي ديولا كتلقى ملي كيكون الماتش يعني الطوموبيلات مستاسيونيين واقسم بالله من حيدت الشركه نعيطوا لي الدراري ديال عين الشق خدامين مزيان وداك الشيء قالوا لي كيفاش غنوليو نلعبوا كنا كنلعبوا في الجولان والله العظيم السيد الرئيس قال ما يمكنش دابا هادشي تحيد كانوا كيجيو الناس من عين الشق ومن بلايص اخرين كيلعبوا عندنا في سيدي عثمان يعني حنا كنا الناس اللي قلنا خص الشركه تحيد خص الخوصصه تحيد في ملاعب القرب ومع المجانيه ولكن المجانيه كنسطروا عليها ثلاثه ديال السطور كيفاش غنديروا لهاد المجانيه باش نحافظوا على السياره اليوم كتجي هاد النقطه السيد الرئيس والمكتب جلسوا مع السيد العامل فعطى يعني عطاهم تسيير هاد الملاعب جينا للتسيير اقترح السيد الرئيس انهم الوداديات من تسير ما معناش مشكل ولكن انا كيف حنا اليوم كنوصلوا الصوت ديال الناس السيد الرئيس هناك وداديه تكريات يعني او نيفو ديال حي السلامه ولكن اليوم كتقول انت ما عندهاش الحق انها تلعب وضح لي هذه النقطه لان الناس ديال حي السلامه ثلاثه وحي السلامه كيقول لك علاش عندها ملف قانوني علاش ما تكونش عندها الحق انها تلعب انا فكنطلب منك توضيح في هذا الاطار لان كاين ثلاثه الوداديات وكاين الوداديه ديال الهراويه ما ذكرتيهاش شي وضح لي فيها الامر واش تحيدات لان حي السلامه لان هذيك عامين واش العقده كتقول ان عامين عند الوداد خصها ضروري يكون عندها عامين علاش حطيتي انت داك العامين يقدر يكون فيها ناس يعني عندهم كفاءة في السير وهذا فمن حقهم هذه النقطة الأولى توضيح منكم سيد رئيس الله الهدف من هذا الملاعب هو أنه تم تعمم الاستفادة لجميع شباب منطقة السير بالنسبة لي ما عنديش شي إشكال يستافدوا منه وداديات ولا خاص كلشي يستافد غير هو أنا الطلب اللي عندي هو بالنسبة للوداديات يدير لهم حصص ولا ساعات مثلا في اليوم ولا في الاسبوع على حساب التورنوا ديالهم حيت المشكل اللي كيوقع على السيد الرئيس هو ملي كتعطيه واحد الوداديات كيولي كيتسمى الملعب بسمية الرئيس ديال الوداديه يقول لك تيران هذا تيران جديد المهم بزاف تسميات يعني هذوك الملاعب خاصهم يكونوا ملاعب اللي كيهمو وديال الابناء وكل شيء يستافد منهم هذه نقطه ثانيا عندي واحد طلب السيد الرئيس حب انا ويدار واحد اللي صار تاع المولات لهاد الجمعيات الرياضيه وهاد الوداديات حيت مثلا خاص يكون بارمي لي كلوز اللي يكون يكون واحد دي ديبلوم كونسيرنون هاد لي مومبر الناس ديال هاد الوداديه ولا ديال الجمعيه اللي كتشهدهم بالكفاءه ديالهم مثلا يكون عندهم ديبلومات اللي كتسمح لهم بالتكوين وخصوصا الجمعيه اللي كدير المدارس الكرويه حيت كتوقع مجموعه ديال المشاكل مؤخرا هذا المشكل ديال البيدوفيل اللي كلشي كيعرفو شي سنه ديال التحكيم كاملمون دونك خاص يكون عندهم ديبلومات عندهم شهادات اللي كتخولو باش يدير هاد الجمعيه الرياضيه ولا الوداديه ويكون هادوك الوليدات والنقطه الثالثه اللي خطيره واللي كتير بزاف ديال المشاكل السي الرئيس باش نعرف الشكر الموجه ديال الاعضاء كيف الشكر الموجه للخطوط الموظف والمقاطعه والمشابهه النقطة الثانية هي يجب استحضار يعني الحق السيد نستغل فيه ما يقع مؤخرا من الحدث السياسي دعونا جميعا الى الدعوه الى تخليق العمل السياسي والاشراف دور السلطه القضائيه التي لم يعني لم تحيد سياسيا انسجاما مع روح الدستور لانه كان كنخدم على القضاء دابا كاين سلطه قضائيه كنعتبرو غير تغيير شكلي ولكن تغيير موضوعي اذا ما كاين على المستوى القضائي الملاحظه الثالثه يجب التفكير في تصور مستقبلي يراعي النزاهه والرياضه والحكمه الملاحظة الأخيرة هي عرض نقاط نظر في دور الأعمال يعني الأمور التي يعني ما كناش حاضرين فيها الضوء على النقاط المحروقة وغير كافي الجامعة تكون خالصة عن ملاعبها وعلى ولدي كنت ولدي هي كتسير هي كنت كتعرف تدبر على واش نقول لك غدير بطولة سنوية الفئة الصغرى؟ ما غاديرهاش علاش كنقول حنا باتفاق على المجد ولا اليسار ولا الوفاء ولا كيتخبطوا كيتخبطوا سيد الرئيس وكتلقى عندهم لعابة كنقول دول ما سببكمليش ما كاينش تكوين رئيس
حيت بغيتي الاتفاق ولا المجد يكونوا قويين خاصك تبقى مغطيين اللي عندنا كيديروا الناس كيش دويده هاد الصغار كيكونوا غاطين كهمهم هو الفلوس. من هو يجيب ولدي يعطي 100 درهم والباك 100 درهم 500 درهم باش 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 نخلص العصر باش يخلص الرياضه على كيبروميال. ولدي فين يمشي ولدي؟ ولد اخر فين يمشي؟ فين يتكون ولدي؟ راهم سيئة، ماشي هي لا غيسيئة، راه المشكل واقع دابا عندنا في الشراكة، هي اللي كيفيها المشكل، أما الوداديات راهم عام وزيدو ما كيسيئة، ما نبقاوش يعني نديرو صفرة ويضاء، ولا كان شي واحد عنده مصلحة في الوداديات ما يسيئوش يقول لك أودي علاش وعلاش وعلاش، راه كاين شي ناس ماشي في مصلحتهم الوداديات يسيئوا، علاش؟ لأن هاد الناس هادو كانوا مستافدين من الملاعب قبل يحضروا فيه للمجلس ولا المكسب في اطار هو التسيير ديال هاد الملاعب ديال القرب من طرف الوداديات فاقتراح صائب. وملي كنقولوا اقتراح صائب الاخوان كلهم عندهم درايه ما يقع في المقاطعه وشنو هو اللي كاين في المقاطعه، ما كاينش شي واحد اللي ما عرفش. مقاطعة سيدي عثمان 2003 ولات وحدة المدينة، من 2003 ما بقاش التوظيف ديال الموظفين، إلى الآن الموظفين ديال المقاطعات ككل كاين نقص، الآن كاين 400 على ما أظن 430 موظف في المقاطعة. ملي كنمشيو للمصالح كنلقاو بان كاين خصائص في المصالح. سي عبد الحق راه قال دابا الحياه المدنيه راه نقولوا حتى هذا القطاع، هذا القطاع الرياضي اللي هي الشؤون الاجتماعيه والثقافيه راه حتى هي فيها خصائص. التوجه ديالنا ملي مشينا بان هاد الناس يجيو يسيروا معنا راه عاونونا بدون مقابل، جاو مساكن ضحاو معنا بدون مقابل، هادو كنقول لهم شكرا بانهم فعلا سيروا معنا واحد المرفق اللي فيه راه بزاف وفيه الكلام بزاف. ملي كنقول كنهضر على عبد الربي حقاش دي التفويض، انا راه ما يمكنش ليا نلقى التليفون كل مره يعيط ليا واحد بغيت ساعه، هذا المنطق اي عضو كيما بغي يكون هنا ما يقدرش بانه يواكب هاد الاتصالات ديال المواطن على صعيد المقاطعة. إذا لقينا هاد الناس ودرنا هاد التوجه والحمد لله. هذه اليوم هذه من المسلمات ديالنا حنا الوداديات، راه مشكورين ونكرم لهم لأنهم تيديروا عمل تطوعي، وحنا ما كرهتش أنا يكون عندي المنحة، كون عندكم ماشي تحيي لك منحة من بنجدينا أقسم بالله تعطيني المنحة ونخلصوا الأطر اللي تديروا لكم. ودرنا هاد الجديد هو واحد 8 الموظفين ديال مساحة الرياضة، لقيتو كمراقبين هاد الهفوات مراقبين، وعندكم حق انكم تعيطوا عليهم. وقلنا الناس ضحيو معنا سيرو قلبوا الفرقة باش نخلص فيه وجي ليبار قتلوا مشاو، هذه كلها امور كنا فيناها بكل شفافية. نجيو حنا الناس ديالنا اليوم 30 عام نجيو دابا نقول لهم لا هادشي غير قانوني، لا خصكم لا سيدي شوف انا من عام على الاقل كنت شبيت احترام من شتو عام نقول عام ونناقشو، لو درتو هذا القرار لكان شجاعا، عام ونناقشو ماشي للابد، ماشي فوت مرفق فوت تدبير الملاعب. اما الملاعب راه هي راه نشرت مقاطعه سي عثمان يعني تسيروها بطريق حديث المدينه ولا شي ابقى محتلاش من جد، لا هادشي كله الا كان شي حاجه غير قانونيه فقضاء بيننا. كما تعلمنا ملي نشوف شي حاجه تضرني مع شي شخص اول شيء نمشي للقضاء، وانا قريب نمشي للقضاء على عدد الامور على الاشخاص قريب نمشي ليهم، لان اليوم حنا نبداو ناخذ التبعات ديالو تناخذ التبعات ديالو. سمعوا شفتوا يا جماعه ما كلش واحد يقدر يحلها كيما بالطريقه هذه، درنا المقاطعه اشكاليه خطيره
غنوليو متسدم غير ما يشدوك شي واحد. وراه ما تقول ملي قال لكم في الدين راه ما نجحناش كلشي فعلا 70% ما نجحناش لان الناس راه الناس ماشي دبروا هاد المال العابض لا تيدبروا المال العابض تيدبروا المال العابض ديال التيران الكبار الى تيعطيو سبيعات تيدو الطابع ديالهم تيعطيو الوقف فهذا هو النموذج عاود نشجعوا هذا النموذج نمشيو فيه لان التجربه ديال الاستثمار رائده وغناخذوها انا ماشي نقال غنقول من مقاطع اخرى كيجيو انتم عارفين التيران اللي داروا فيهم الصداعات اللي داروا فيهم وكيمشي على البوليس كيمشي على المحاكم فاحنا اليوم بغينا هذا المجلس هذا المكتب المسير ما بغاش يدخل الفلوس ما بغاش يخلص ولا انا فخر باش عندنا اتفاقيه مع مؤسسه محمد السادس في اتفاقيه موافقه ديال مزاوله العبد الصلاقه عندها سبت عشيه ولاربعه في العشيه والحد الصباح وغادي يديروا غيديروا الصيانه احنا بحنا واحد الصيانه واحد مؤسسه محمد السادس اكاديمية محمد السادس كره القدم وعندنا قربنا اليوم كل الدراري اللي يمشيو للدراسه يشوفوهم وقلت لها دير هاد العصر درنا مدارس نجي نلقى دوك لي بورتو ديال الصغار شي تونيات قد يدير استخلاص واش نتبعو ما نجي ناخذ الشهر تضحي معاهم تيسافر بيهم تيضحي معاهم وهنا غنمشي معاه كيسمع عبد الحمام حنا راه الاشكاليه ديال هاد العمليه ديال الخروقات اللي كنتو داخل الطفل الذين تحمسونا بغيت يدير التزام ما تحمسوش هو لا تحمسوش حنا امور داخليه ديال الجمعيه علاش هو جاوب قبيله لا ندخل فيها حنا ما ندخلوش فيها داخل الجمعيه ما ندخلوش ولكن في الالتزام انك متلعب بلعب لا كان شي حاجه غير اخلاقيه تتحمل شويه كنت ماشي جماعه ديالك دار بيها حاجه بس لا 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 بس. لا 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 معنا الاخ نجيب في الدين اللي هو مكلف بشؤون الرياض من الان كاين شنو شفت اخذ ورد في الرياضه بالناس المختصين بالرياضه ممكن تقرب المشاهد اكثر السؤال ديالك صائب نظرا بان هاد الملف هذا اللي فيه الاخذ والرد ديال جميع الاسئلات فبالنظره ديال عبد ربي اللي هي نظره رياضيه انا كنبان بان هاد التوجه اللي خاتو مقاطعه سيدي عثمان المكسب المسير في اطار واحد الشراكه ما بين مقاطعه سيدي عثمان والوداديات للتسيير ديال هاد الملاعب القرب فهي نظره رياضيه ليس نظره سياسيه فالنظره الرياضيه بان هاد الوداديات كانوا كيديروا دوريات هذه مده ديال 40 سنه 50 سنه وكان هذا هو التخصص ديالهم هو كره قدم وكان هاد التخصص ديال كره القدم بان هاد الناس عندهم تجربه وثانيا بان حنا شفنا بان المجتمع المدني خصو يشارك معنا في التسيير علاش بان بقى المقاطعه ولا المجلس هو اللي كيسير بوحده يكون حتى المجتمع المدني اللي عنده درايه في التسيير ما هوش رياضي دخلنا يكون معنا شريك ولهذا فاش الان طرحنا هذه النقطه في الدوره ديال يناير وتم عليها بالتصويت تصويت بما حضر الحمد لله دائما تقريب جمعيات المجتمع المدني التسيير والتشاركيه ديال المقاطعه فعلا بان هذه الجمعيه ديال المجتمع المدني والوداديات علاش خدناهم نظرا بان كما كتعرفوا من 2003 ما بقاش التوظيف ديال بالنسبه للمجلس المدينه ولا المقاطعه وكاين خصاص بالنسبه للموظفين فالتغطيه الان اللي واصلين عندنا 29 ملعب فلا بغينا خصنا 29 موظف و 29 موظف ضربه في جوج هي 58 موظف اللي خصنا باش ممكن بان تكون واحد التغطيه على صعيد المقاطعه لقينا هاد الناس هاد الوداديات متطوعين فعلا وعاونونا على هاد التسيير ديال هاد الملاعب احنا دورنا انا صوت العداله كنتمنى لكم حد موفق على شنو الظاهر الرياضه عندكم لان ما دمتم عاطين الرياضه دون اختصاص الا راكم فقدتوا فيها بزاف شكرا بسم الله الرحمن الرحيم صوت مجلس مقاطعه اليوم في الدوره يناير على جدول الاعمال ديال الدوره باجماع على جميع النقط وثارت عدد ديال النقط ثارت واحد التدخلات خصوصا في تسيير الملاعب الرياضيه
اللي وضحنا لهم ان هذه العمليه هي تجربه لا بد ان تنجح، لا بد ان تكون لها النجاح، لانه وكيلت تدبير هذه الملاعب للوداديه والجمعيات اللي عندها واحد 30 عام ولا 40 عام ديال الوداد. فانا نجحنا اليوم ان شاء الله، عندنا سنه معاهم غيسيروا ملاعب رياضيه 29 ملعب ديال القرب، وتنظن انها بادره مهمه وبادره ناجحه. نتمنوا الله الوداديه يعينهم الله ويساعدهم ونتعاونوا معاهم كاملين لننجح في المهمه. المهمات اخرين كاين عدد ديال النقاط اللي كانت مهمه في الدوز ديال الدعم، منها ملتمس بناء كراش مواصفات مهمه من منطقه حي السلامه، منها بناء اكاديميه كره القديم كره الكريم داخل المقاطعه في تراب حي النور. هناك جانب من الجوانب اللي خصنا نعرفوا اننا اليوم في دوره فيها 6 نقاط حاولنا اننا نناقشوا جميع النقاط، كان لقاء وكان نقاش عالي مهم جدا في اطار النقاط وفي اطار المعطيات، منوا معه ومع عدد، ولكن الحمد لله اقسام الاخوان وصوتوا بالاجماع على النقاط كلها، منهم النقاط التي تتعلق بتدبير ملاعب القرب والجمعيات. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.